صفحة 64 يونت 8 ليسن 6 A different kind of holiday عطلة من نوع مختلف. هسه راح نشوف. يقول reading tip ملاحظة ملاحظة ثلاثة على القراءة. يقول لي before you start reading قبل أن تبدأ القراءة قبل أن تبدأ القراءة ask yourself اسأل نفسك أو اسألوا أنفسكم what is it about عن ماذا يعني عن ماذا تتحدث القطعة أو النص أو القصة اللي موجودة what's about عن ماذا are there any clues in the title هل هنالك أي مفاتيح أو مؤشرات أو دلائل في العنوان in the title في العنوان title a different kind of holiday طيب and check your ideas وتفحص أو العفو أسف are there any pictures هل هنالك أي صور are there any pictures هل هناك أي صور تشيك طيب ملاحظة الأخرى يقول لي then read the story quite quickly ثم اقرأ القصة بصورة سريعة تماما and check your ideas وتحقق أو تفحص من أو check فتش عن أفكارك if you don't know إن لم تعرف أو إن لم تعرف the meaning of some words معنى بعض الكلمات don't stop لا تتوقفوا keep reading استمروا في القراءة طيب راح نشوفها هسه يقول لي look at the pictures and talk about your ideas انظر إلى الصور وتحدث عن أفكارك then read quickly and check ثم أقرأ بسرعة وتفحص ودقق طيب هسه وياكم راح نقرأها يقول I usually go on holiday to different province in my country. I usually go on holiday to a different province in my holiday. يقول أنا عادة أذهب في عطلة to a different province إلى محافظة. Province هنا تجي مقاطعة أو محافظة. يعني إحنا إذا بالنسبة نطبقها على كلمة province تجي معنى محافظة. بالنسبة للدول الأخرى تجي فد مقاطعة يعني مقاطعة شاسعة تمثل بس هنا province هي محافظة خلينا نقول محافظة بغداد محافظة الموصل محافظة نينوى محافظة البصرة ف province محافظة يقول أنا عادة أذهب في العطلة to a different province إلى محافظة مختلفة in my country في بلدي العراق العراق that I never been to before بحيث أنا أبدا لم أذهب إليها من قبل last summer الصيف الماضي I went to إمادية and دهوك أنا ذهبت إلى منطقة العمادية في دهوك بشمال العراق It was a holiday I'll never forget لقد كانت أو كانت عطلة أنا لا سوف لن أنساها مطلقا طيب One day في أحد الأيام I was driving my car high up in the mountains أنا في أحد الأيام أنا كنت أقود سيارتي مرتفعا في منطقة مرتفعة in the mountains في الجبال when I saw a parking place عندما رأيت مكانا للتوقف I stopped the car أنا أوقفت السيارة and got out وخرجت to look at the view خرجت look at the view خرجت العفو look got out to look at the view لأنظر إلى المنظر أنظر إلى المنظر أو أتمتع بالمنظر اللي كان موجود I walked to the edge of the road أنا مشيت إلى حافة الطريق edge حافة الطريق and looked down into the valley below ونظرت إلى الأسفل في الوادي نظرت إلى يعني في الأسفل down إلى الأسفل في الوادي تحتي below the view was lovely المنظر كان جميلا I was enjoying the scenery and the quiet. I was enjoying the scenery and the quiet. I was enjoying the scenery and the quiet. أنا كنت أتمتع بالمنظر and the quiet والهدوء اللي كان موجود. When I heard a dog barking. عندما أنا سمعت كلبا ينبح barking The next thing I knew الشيء الثاني أو الشيء التالي الذي عرفته
A huge dog, أن كلبا ضخما was rushing at me, كان يندفع نحوي. I stepped back, أنا رجعت إلى الخلف، تخطيت إلى الخلف، رجعت لي ورا يعني. Of course, بالطبع. And suddenly, وفجأة, I was falling, وفجأة أنا تدحرجت أو وقعت. شلون هذا؟ Falling down the hillside. نزلت إلى الأسفل. The hillside هذا شلون نقول التل، أسفل التل، جانب أسفل التل هنا. Over and over I rolled. يقول تدحرجت مرارا وتكرارا. Over and over. Roll. Roll. تدحرج. تدحرج. Over and over. مرارا وتكرارا يعني. Hitting rocks. وضربت. وضربت الصخور. Stones and trees. وضربت الصخور. تأذيت بالصخور. Stones والأحجار and trees والأشجار. I tried to stop myself. يقول أنا حاولت أن أوقف نفسي. But the hill was too steep. ولكن الهيل، ولكن الهيل، التل كان يعني مستويا جدا، كان مستويا جدا وسهلا، بحيث يعني يأخذ ما بها مجال يعني تكمش أي شيء. I just fell faster and faster. يقول أنا فقط اللي حصل لي أنه وقعت سريعا وسريعا، أسرع وأسرع. That is it. That is it. I thought هذا كل ما حصل. I thought فكرت. I'll be dead soon أنني سوف أصبح ميتا قريبا، يعني قريبا يعني راح أموت. Then everything went back. ثم then everything went black. العفو. Then everything went black. ثم أن كل شيء أصبح أسودا. When I opened my eyes, I was in agony. أنا كنت عندما فتحت عيناي وجدت نفسي في سكرة، في سكرة الموت، أشبه بسكرة الموت أو الرمق الأخير. My head, my legs, my back. يقول رأسي، رجلي، ساقاي وظهري. Everything hurt. كل شيء كان يؤلمني. And I was moving. وأنا كنت أمشي. Two men were carrying me. كان هناك رجلان يحملاني. When, where am I? أين أنا؟ I asked. أنا سألتهما. Where are you going? إلى أين أنتم ذاهبون؟ Calm down. Calm down. اهدأ. اهدأ. Said one of the men. قال أحد الرجلين. Where are you taking me? إلى أين أنتم تأخذونني؟ I shouted. أنا صرخت. To hospital. Said the other man. قال الرجل الآخر. Oh great. Oh, عظيم. حسن عظيم. I thought أنا فكرت. My head hurts. رأسي يؤلمني. And my arm. وذراعي. In fact في الحقيقة. Everything bit of me hurts. كل شيء كان يؤلمني. كل شيء يعني كان يضغط علي ويؤلمني. The hospital. The hospital. Sounds like. يقول أنا قلت بعد شلون نقول المستشفى. المستشفى يبدو أنه يعني شيء جيد. يقول everything went black again. وكل شيء عاد أسودا مرة أخرى، أشبه بالإغماء اللي يريد يقول عليها. نعد السؤال، انتهت القصة أعزائي لحد هنا. يقول is he dead؟ هل هو ميت؟ لا بالحقيقة ما مات، بس راح نشوف. Where is he going؟ إلى أين هو ذاهب؟ What do you think happens next؟ ماذا يقول إلى أين هو ذاهب؟ ماذا تعتقد أنه حدث؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ يعني الجزء الآخر من القصة ماذا حدث؟ هنا يقول talk about your ideas. تحدث عن أفكارك لصديقك. هنا شو نقول talk about your ideas. تحدث عن صديقك. أنت شو تخمن شو شوف الجزء الثاني next what happened next to him. Then read ثم أقرأ the rest of the story. بقية القصة in your activity book في كتاب النشاط العائد من unit 8 الوحدة 8 lesson 6 الدرس السادس. أي هنا شو يقول لي؟ يقول لي answer these questions، أجب على هذه الأسئلة about the story اللي تتعلق بالقصة. On page 64 لصفحة 64 of your student book اللي هي طبعا صفحة 64 آخر صفحة بالكتاب. Write short answers، أكتب أجوبة قصيرة. Reading tip 4 طبعا هاي ملاحظة للقراءة. شو يقول لي؟ يقول لي you won't always find the exact information you need in a text. هنا شو يقول لي؟ شنو معناها؟ يقول لي أنت أو أنتم
لان سوى دي يخاطبنا كلنا، ما دي يخاطب شخص واحد، واحد يخاطب الكل، فيقول انتم لن، يقول انتم مو دائما سوف تجدون شنو ذا اكزاكت انفورميشن، المعلومات المضبوطه يو نيد اللي انتم تحتاجوها ان اتكست في النص. طيب جو تو ذا بليس، اذهبوا الى المكان، ان ذا تكست، ان ذا تكست اذهبوا المكان وين اللي يعني اللي يقصد العباره الجمله اللي موجوده هذا المكان. Go to the place in the text. اذهبوا إلى المكان في النص. Where the information must be. اللي لازم المعلومات تكون بي موجودة. Read that part. اقرأوا ذلك الجزء. More carefully. بدقة أو بعناية أكثر. And try to work out. وحاولوا أن تكتشفون the answer. يعني حاولوا أن تجدون شنو الجواب. طيب. هنا نمبر 1 يقول لي how many times has the writer been to Dhok، يقول كم عدد المرات اللي الكاتب كان بيها موجود وين بدهوك، محافظة دهوك اللي احدى محافظات كردستان. الجواب once، مرة واحدة، مرة واحدة. طيب why did the writer get out of his car، لماذا الكاتب خرج، get out خرج of his car، خرج من سيارته، ليش، to look at the view، لكي ينظر الى المنظر، look at the view هاي الاطلاله المنظر، اكفد منظر على الجبل، حتى يشوف، to look لكي ينظر at the view، المنظر، view هنا المنظر المطل، فد منظر جميل. ثلاثة why did he step back، لماذا هو يعني رجع للخلف، step back تراجع إلى الخلف، step back، ليش a big dog كلب كبير was rushing towards him، كلب كبير أجلكم الله was rushing اندفع شنو towards him باتجاهه، فهو سوى step back رجع للخلف. How did the writer feel، كيف شعر الكاتب، How do you know، كيف أنتم عرفتم ذلك، شلون كان شعوره وشلون عرفتوا، الجواب He was frightened، هو كان خائفا، شلون عرفنا أنه خائف، The dog was barking، الكلب كان ينبح، And rushing at him، واندفع باتجاهه أو نحوه. زين Why could why could the writer not stop falling، لماذا الكاتب لم يتوقف في السقوط، هو من قام يوقع ليش ما وقف، the hillside جانب التل was too steep، كان منحدرا، كان كلش منحدر، و يعني كان كلش منحدر بحيث ما ممكن واحد يتشلب بفد شيء، too steep منحدرا جدا. طيب بي يقول لي now read the rest of the story and answer the questions، والآن read the rest، اقرأوا بقية of the story القصة، and answer أجيبوا على الأسئلة. هنا يقول لي I opened my eyes، أنا فتحت عيناي، فتحت عيوني، I couldn't move my left arm and my head hurt but I was alive، هنا يقول يعني فتحت عيوني، I couldn't move، لم أستطع تحريك my left arm، ما قدرت أحرك شنو ذراعي اليسرى، ذراعي اليسرى، تلاحظون أعزائي هاي ذراعي اليسرى ما قدر يحركها، and my head hurt، ورأسي كان يعني كلش كان مصاب، رأسي كان كلش مأذيني مصاب، هاي head hurt but I was alive، ولكني كنت على قيد الحياة، where was I، أين أنا كنت، أنا وين، بمكان، أين أنا كنت، just then، فقط عند ذلك، شن اللي صار، a voice said، عند ذلك الحين، أو just then، في ذلك الوقت، عند ذلك، a voice said، صوت قال لي، صوت قال، hello، مرحبا، my مستر عمار، مرحبا مستر عمار، welcome to our hospital، مرحبا بك في المستشفى مالتنا، في مستشفانا، you speak Arabic، I said to the nurse، أنا يقول هاي أنا قلت you speak Arabic، أنت تتحدث العربية، أنا قلت للممرضة اللي كانت موجودة، ممرضة أو ممرضة حسب يعني، بس أكثر شيء ممرضات، nurse، of course بالطبع
Most of the Kurds speak Arabic. بالطبع أغلب أو أكثر الكرد الأكراد speak Arabic, يتحدثون العربية. She replied, هنا هسه شفنا من قال لي she replied, هي أجابت, هي ردت. إذن نيرس ممرضة. طيب oh good, يقول أنا قلت هذا جيد, هذا حسن, هذا طيب. I thought, أنا فكرت. My head felt better already. يقول رأسي, يعني my head, يعني شعرت أنه رأسي شنو بدأ يتحسن قبل قليل, قبل فترة, يعني شوي شوي بدأ يتحسن. How did I get here, كيف أنا وصلت, كيف أنا وصلت إلى هنا. I asked, أنا سألت. And what's happened to my car, وماذا حدث لسيارتي. الممرضة قالت له, قالت له you come here by ambulance, أنت أتيت إلى هنا بواسطة سيارة الإسعاف. Ambulance, سيارة إسعاف. She said, هي قالت. And your car, وسيارتك, is in the hospital car park, وسيارتك وين موجودة هسه؟ in في the hospital car park, موجودة بموقف موقف السيارات اللي تابع لي الهوسبيتال المستشفى. I was delighted, أنا يعني ارتاحيت, شعرت بالراحة بالارتياح. ابتهجت, أنا ابتهجت, كنت مبتهجا. And wanted, وأردت to go home, أن أذهب للبيت. But the doctors, ولكن الأطباء سيد قالوا أنني I couldn't leave, أنه لا يمكنني المغادرة for a few days, لمدة أيام قلائل, لمدة أيام فيو قليل, أي days أيام, لمدة أيام قليلة. They were worried, كانوا قلقين about my head, حول رأسي. They kept me in a hospital for a week, هم يعني أبقوني, kept أبقوني, kept me, أبقوني in hospital, في المستشفى, for لمدة a week, لمدة أسبوع. Then a friend came over, ثم جاء, ثم صديق, صديق جاء, from الأنبار, صديق اجى من منطقة الأنبار, and drove me home, وقادني واخذني شنو للبيت, اخذني للبيت. That was 8 months ago, ذلك حصل قبل 8 شهور مضت. ago طبعا تجي بأخير, آخر الجملة ago, وتكون الجملة شنو, تكون الجملة في حالة الماضي. I'm going back, إنني back to Dohuk, إنني عائد إلى Dohuk next summer, في الصيف القادم. So I've started, لذلك أنا سوف أبدأ learning a new language, لذلك أنا سوف أبدأ تعلم لغة جديدة. أعزائي, عندنا صفحة 106 كتاب النشاط من يونت 8 نمبر 1. طبعا هنا عندي أسئلة على القصة هذه اللي صارت حول هذا الشخص اللي انصاب ودخل المستشفى. نمبر 1 يقول لي where did the writer wake up, أين الرايتر الكاتب استيقظ, وين استيقظ, وين لقى نفسه. In hospital, في المستشفى. Why did his head feel better very quickly, لماذا رأسه يعني بدأ يشعر بتحسن very quickly, بسرعة, بصورة سريعة. ليش, شنو السبب. The nurse spoke Arabic, لأن الممرضة كانت تتحدث العربية. طيب what did the writer want to do, ماذا أراد الكاتب أن يفعل. Go home, أراد أن يروح للبيت. زين, how long, كم المدة. Did he stay, اللي هو بقاها in hospital, اللي بقاها في المستشفى. A week, أسبوع واحد. طيب how did he get back to الأنبار, كيف هو عاد أو رجع إلى الأنبار. A friend drove him, إجا صديق وقاده, أخذه يعني قاده, قاد السيارة, drove, جاي من drive, يسوق سيارة, فهنا صديق إجا وأخذه بسيارته وياه. زين, what language do you think he is learning now, ماذا تعتقدون أنه يريد أن يتعلم, يا لغة يريد يتعلمها الآن. Kurdish, اللغة الكردية. طيب هنا سي يقول لي work out, سي راح نروح على سي, يقول لي work out the meaning of these words from the story, remember the reading tip 1.
يقول work out اكتشف اكتشف the meaning معنى these words هذه الكلمات from the story من القصة remember يقول وتذكر هاي الملاحظة اللي ملاحظات ملاحظات القراءة رقم واحد see يقول you work out the meaning of these words from the story اكتشف اكتشف معنى هذه الكلمات from the story من القصة remember reading tip تذكر الملاحظات الملاحظات القراءة رقم واحد عندنا sensory sensory مشهد 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 أو منظر معين اللي مقصود به barking نباح أو ينبح اللي يقصد به للكلب rushing يندفع rushing يندفع steep steep منحدر dead ميت agony agony هنا تجي سكرة الموت أو الألم اللي يصير يعني شلون نقول واحد يعني إشراف يشرف على الموت تقدر تقول النزع الأخير نزع الأخير أو سكرة الموت يعني يشانو لأن هو من كثر ما وقع قال أنا راح أموت يعني فأشبه بالألم اللي يصير قبل الموت تقدر تقول عنها سكرة الموت أو ألم الموت calm down اهدأ معناها اهدأ alive حي delighted مبتهج أو فرح